خليل خليل وشفيق وليه يا لطيف شو عذبوني عذبوني مرمطوني شرشحوني وحكروني شبك شبك شو صاير خليل وشفيق ما عرفتهم لا والله ما عرفتهم ومين شفيق شفيق ما خلى شغلي ما اشتغلها شفيق ما خلى عملي ما عملها يوم نجار يوم حداد وما كانت تزبط معه شغلي واخرتها صفى بالشارع طيب طيب ومين خليل خليل كان ابن العز صرف مصاري مثل الرزق حتى ما ضل ولا ليرة بجيبه آخر تصفى كمان بالشارع ساعتها تلاقوا الشباب ملعين بجنب الباب وساعتها تلاقوا الشباب ملعين بجنب الباب لما اجتمعوا خربوا الدنيا فكروا منهن نفدين قولي انا ما قلت لك دير بالك يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لو تشوفي شو صاير برا شو صاير؟ العالم أمم مثل يوم الحشر كأنه واقفين على شي فرن حشد عالم يا لطيف يا لطيف يا لطيف ومشان شو هالحشقة كلها؟ مشان خليل السيد خليل عامل حاله فنان جزائري اسمه خليل بن سوسة والله هو مثل السوسة لك ايه لا وشفيق عامل حاله مذيع قاعد عم يسأل الناس عنه وشو صار؟ شو صار؟ والله ما عارف شو صار تعينا نشوف شو هو يلي صار الشاب خليل اليوم في دبي الشاب خليل يفتح الأبواب اليوم في دبي الشاب خليل يأتي إلينا ومعه الجديد والجديد شابنا وفناننا الكبير خليل مرحبا أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا كيف لقيت دبي؟ والله يعني ظريفة ومعقولة بزاف الحقيقة في يعني في أشياء يعني جميلة بزاف أعزائي الحضور الشاب خليل هو شاب معروف معروف في أغانيه تفضل اهلا وسهلا طبعا معنا الاستاذ هون حيشترك معنا بلقاء بسيط لقناتنا الجميله لقناتنا المنوعه معنا طبعا الشاب خليل الشاب خليل المطرب المعروف الذي انتج العديد الان من السيديات العديد من الكاسيتات يغني في الملاعب يغني في المدن الكبيره يقال ان الشاب خليل عندما غنى في مطار موسكو سكر المطار لمده 3 ايام تعرف الشاب خليل طبعا شو رايك باغاني الشاب خليل والله حلوه اغاني حلوه طبعا كافه الموجودين هنا يعرفون الشاب خليل شابنا خليل معنا اليوم لحسن الحظ واتى خصيصا ليرى دبي المره الاولى التي يزور فيها دبي اخي الكريم طبعا شفت اخر فيديو كليب للشاب خليل طبعا بتذكرنا فيه في الفيديو اللي بنط فيه عن الحصان كتير حلو الفيديو اللي بنط فيه عن الحصان يا سلام حصان دايلي كتير كتير حلو يعني فعلا يعني فارس فيها طالع خليك هذا من ذوقك هذا انه يحس الشاب خليل فارس فارس كبير صديقي طبعا شفت اغنية الخطيئة نعم نعم بتحدثنا عن الكليب تبعه والله والله يعني في انا بعتبر كيف اقول لك يعني مور ادفنتشرز في الكليبات يعني بتصور انه ينط مثلا نطه زي هاي مش بسيطه يعني انه تنعمل يعني من اي طابق بتذكرنا عفوا من اي طابق بتذكرنا نط من الثالث من الطابق الثالث
عرف طبعا أعزائي المشاهدين أن الشاب خليل نط من الطابق الثالث ولم يصاب بأي أذى. طيب آخر كليب حاليا يصور الشاب خليل، هل تعرف ما هو؟ بحبك قد السطح. بحبك قد السطح. بحبك قد السطح. بحبك قد السطح، صح. إنه يعرف أن الشاب خليل يصور كليب بحبك قد السطح. بتحكي لنا عن هالكليب؟ والله انا عم يعني الكليبات كلها بحضرها، بس يعني شويه ما عم هذا الكليب الحقيقه نصوره يعني في القسم الاكبر، نعمل سطح في قند الجيش، فانا على اساس عامل بسيط بطلع السطح دائما اعتني بالدجاجات الدولي. وبنهايه هذا اللقاء بنقول لك شكرا لك لتعاونك. اهلا وسهلا، تشرفت. شكرا لك على هذا الاهتمام. الله يخليك، الله يسعدك. وكانت معك الكاميرا الخفية. أنا ما قلت لك دير بالك. طبعا تعرف الشاب خليل؟ الشاب خليل لا والله ما سمعت له ولا مرة. معقول بعرف. تعرف الشاب خليل؟ إيه أكيد ما في. شو رأيك بأغاني الشاب خليل؟ هل هي أغاني جميلة؟ الشاب خليل بيمتاز يمكن بأصالته والصوت، بحافظ على على أغنياته الجميلة، بنقي أغنياته بتروي، مش مثل غير الفنانين الصاعدين الجداد اللي بيشوف دايما بتلاقيهم يلا بتطلع غنية بتخلص بتبلش بالتاني بتطلع غنية ما بتاخد. يا سلام يا سلام أعزائي المشاهدين، حتى يعرف المشاهد عن أصالة الشاب خليل. طبعا بتعرف آخر كليب قدمه الشاب خليل؟ آخر كليب حبيني من فوق السطح. حبيني من فوق السطح. حبيني من فوق السطح. إنه يعرف أعزائي المشاهدين آخر كليب. بتحدثنا الشاب خليل عن هذا الكليب؟ الحقيقة هذا في آخر ألبوم ليا، هو يقع في 7 أغاني. الأغنية الأولى هي حبيني من فوق السطح، الحقيقة علاقة تربط ما بين 2 جيران يحبون بعضهم وفي الأخير يعني يتزوجون، في يعني مصاعب بزاف تقبلهم وبعدين يوصلوا لي الحقيقة الساطعة. أيوة يا سلام يا سلام يا سلام، 3 مرات يا سلام، 4 مرات يا سلام، الكل يعرف أغاني الفنان الشاب خالد. طبعا الأغنية الثانية للشاب خالد أكيد تعرفها. أكيد ما في مشكلة. خطيئة الآباء. خطيئة الآباء، إنه يعرف الأغنية الثانية وهي خطيئة الآباء. بتحدثنا عن هي الأغنية؟ هي خطيئة الآباء بعتقد موضوعها يعني المكتوب الأباء. المكتوب مبين من عنوانه كيف الآباء بيعذبوا أولاده، كيف بيكون التعامل بين الأولاد ومرت الأب كيف بتعذب أولادها، كيف بيكون البي مثلا بيوثق بمرته بيحط الأولاد عندها، آخر شيء بتعذبهم بتعاملهم بغير ما بتعاملهم أمه الحقيقية، وبتحطهم عند الجيران وبتروح هي بتظهر وبتشوف. هذا الموقف أنا تعرضت له في حياتي أنا، يعني انا يعني زوج والدي وحده ثانيه، وهي بعتقد انه قصه حقيقيه يمكن مريت فيها المطرب خليل، اكيد قصه حقيقيه مبينه. كانت يعني وقعنا كيف الحقيقه في تماس مباشر مع هذه، يعني شوف المشاعر، يمكن اكيد المشاعر يمكن بهذه الغنيه بعتقد انا غنيتها بمشاعرك بتحس انه لانه هي منك. يا سلام يا سلام يا سلام، من كل احساسي من كل قلبي من كل دمي، يعني كان في فتره صعبه عليا بزاف تقهرت فيها وفي الاخر طلعت هذه الاغنيه وقدمتها للجمهور الكريم. بين التعابير هو عم يحكي الفنان بين تعابيره. يا سلام يا سلام، حتى المتفرج عرف ان تعابير الشاب خالد هي تعابير حزن، تعابير تعبر عن الموقف الموجود فيه الشاب 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 خليل. الشاب خليل طبعا معروف بآخر ألبوم له باسم كلنا هناك مع كل محمود. كلنا هناك مع محمود. أيوة. وكان ألبوم كتير بالأسواق كتير ناجح أكيد من قبل الموزع، وبعتقد انا كنت مره بالصدفه رحت لاشتري الالبوم، لقيت اكثر من واحد حوالي عم يتسوقوا نفس الالبوم. يا سلام يا سلام، راح ليشتري الالبوم ام لقى عجقه زحمه؟ هذا من ذوق الجمهور الكريم هنا في دبي، وانا سعيد جدا في لقائي بهك ناس جيدين وعم استوى. بنهايه هذا اللقاء نشكر
معك شادي. انا بتشكرك، بتشكر الفنان خليل وبتمنى منه مزيد من الانتاج والتقدم والنجاح بالعالم العربي. شادي ما هيك شادي. شادي نحن بنتذكر متشكرك وبنقول لك انه كانت معك الكاميرا. دير بالك والله. اهلا وسهلا بكم. بالبدايه نعرفكم عن خليل، خليل بن سوسة، النجم الكبير، الممثل العالمي العظيم الذي قال عنه انطون كوين انه خليفته. ماذا قال عنه انطونيو بانديراس؟ قال خليل، خليل بن سوسة هو ممثلي الذي اضحكني وابكاني وافجعني بمن كان لي قريب. مرحبا حبيبي. هل تعرف النجم الممثل طبعا خليل بن سوسة؟ سمعنا عنه اكيد. ماذا حضرت له من الافلام؟ بصراحه الربع الخالي. ما شفت غير الربع الخالي، ما شفت غير الربع الخالي. راى اعزائي يعني المشاهدين هذا الفيلم ان شاء الله يكون عجبكم، معنا نال الصحه ان شاء الله. هو فيلم يعني كثير مميز، كثير حلو، يعني كثير مميز، كثير عجبنا فيه. هو يعني الحقيقه هذا الفيلم يعني اخذ وقت بزاف كبير، نحن نعدله ونحضره في الصحراء لحتى طلع بالشكل اللي ان شاء الله يكون مستأنسين فيه ان شاء الله. يا سلام يا سلام، اثنين يا سلام واحد. لا، انه يعرف، يعرف خليل بن سوسة وراى له الكثير من الافلام. اتعرفون اعزائي المشاهدين، اتعرفون ماذا قيل عن خليل بن سوسة؟ قيل عنه الممثل العربي الوحيد الذي أبكى سيدة الشاشة فاتن حمامة وأضحك عادل إمام الذي لا يضحك للرغيف السخن. خليل بن سوسة، خليل بن سوسة كان آخر فيلم له، هل تعرف ماذا كان آخر فيلم؟ لا بصراحة لا. أبي والأحباب. أبي والأحباب، أيوة صح، حضرته مع حضرته أبي والأحباب. إنه صديق توم كروز، توم كروز أخوه. طبخت له كمان الكسكسي أكثر من مرة وكلها الحمد لله وأعجب فيها جدا. يعني طبخ لتوم كروز الكسكسي، الأكلة الجزائرية أو المغربية المعروفة. أتعرف، أتعرف قيل عن الشاب الكبير، الشاب خالد المغني، أتعرف ماذا قال عن الممثل الكبير، عن الممثل الكبير خليل بن سوسة؟ قال عنه أنه من أجمل الأصوات الذي سمعتها. بتوقع قال عنه أنه من أجمل الأصوات اللي سمعها. يا سلام، حتى يعرف هون المتفرج موهبة هذا الفنان العظيم، موهبة خليل بن سوسة. خليل بن سوسة كرمين أختي. كلكم معنا أعزائي المشاهدين، أحد المعجبات الآن تطرق، تطرق قلم خليل بن سوسة وتوقع منه، وتوقع منه أوتوغرافا. انظروا، انظروا إليه بكل تواضع يوقع، بكل تواضع يقول لها إلى آنستي ماريا مع حبي خليل بن سوسة. يا سلام، تكتب لي أوتوغراف لها. هي دمتي اختي. لقد طلبت منه أيضا أوتوغرافا آخرا لأختها الصغيرة التي في ريعان الشباب. حبيبنا، بما أنه أستاذ خليل الآن ملتهي، خليل بن سوسة، أتعرف، أتعرف ماذا قالت نجاح حفيظ عن خليل بن سوسة المعروفة بفطور؟ وأشكركم، أشكركم بزاف. يعني أنا بكيني أكثر ما بكي على الشاشة. الله يخليك، الله يخليك، الله يدملك الصحة، دملك الصحة، أتعرف دملك الصحة، دملك الصحة. ما الأسئلة؟ قالت أنه ببكيها أكثر ما بتبكي على الشاشة. يا سلام، صح، قالت عنه نجاح حفيظ يبكيها، مع أننا نعرف فطوم تبكي أكثر، تبكي أكثر وحدي على الشاشة. نعم إنها تبكي، دائما تبكي، ولكن قالت عن خليل بن سوسة أنه يبكيني. يعني أنا في من الناس اللي لما تعمل أي حاجة تعملها بمصداقية. أنا أنفعل، يعني أنفعل بشكل إني الحمد لله يعني أبقى عيط وعيط وعيط، مرت كثير 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 بالزاف، يعني تنهمرت موعد دمهر من عيوني، وما حس، ما حسش إطلاقا، ولا أنا وقع بالأرض ومغمى علي أحيانا. يا سلام يا سلام يا سلام، أربعة يا سلام، اثنين لأ، أربعة يا سلام، اثنين لأ، واحد إيه. بنهاية هذا اللقاء نشكر الأستاذ أمجد. الأستاذ أمجد من وين؟ من سوريا. الأستاذ أمجد من سوريا، شكرا لك، وكانت معك الكاميرا الخفية. هذا لا خليل ولا بطيخ. قولي
قولي انا ما قلت لك دير بالك. عنا من منا اعزائي المشاهدين، مقدمه عفوا قبل، من منا لا يعرف خليل بن سوسا؟ خليل بن سوسا النجم العالمي الكبير، الممثل الذي قال عنه انطونيو بانديراس انه خليفتي، وقال عنه انطون كوين، قال عنه انطون كوين انه يمثل احسن مني، وقال عنه كلينت ستود انه ممثل المستقبل. خليل بن سوسا الذي الكثير الذي سكر المطار مطار موسكو عندما عرض فيلمه في كييف. خليل بن سوسا اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بكم، ان شاء الله يعطيكم الصحه ان شاء الله وتكون في خير وسعاده دائما. هل تعرف الممثل خليل بن سوسا؟ نعم نعرف. نعم نعم يا محاسن الصدف انه يعرفه. كم فيلم رايت الى خليل بن سوسا؟ أو هل تعرف كم فيلم إلى خليل بن سوسا يعرض الآن في الصالات العالمية؟ 55 فيلم. نعم 55 فيلما أنه يعرف. يعني الأخ إن شاء الله من متابعين السينما العالمية ودائما اللي يطرح في الأسواق يعني. أعزائي المشاهدين، خليل بن سوسا الذي هو الفنان والممثل عفوا الوحيد الذي لا يضع لنفسه بديلا. خليل بن سوسا، هل تعرف من أي طابق ينط خليل بن سوسا في فيلمه الأخير الحمامة السوداء والسمكة الحمراء؟ من الطابق 25. من الطابق الخمسة وعشرين. نعم إنه يعرف أن خليل بن سوسا في هذا الفيلم نط من الطابق 25. الحقيقة ودي أذكر حاجة هنا، إنه عملت هذه النطة الخطيرة الحقيقة قمت فيها في نفسي، ما كانش في دوبلير، فعملتها ووقتها انكسرت رجلي وبقيت في المستشفى حوالي شهر ونصف، لكن أنا سعيد لأني أنا قدرت إني أحقق هذه المصداقية في 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 هذا في الفيلم. أخي الكريم، أتعرف أول فيلم بدأ فيه خليل بن سوسا حياته الفنية أو حياته في هوليوود؟ الحمامة الكحلي. نعم صحيح. إنه صحيح. فيلم الحمامة الكحلي تحدثنا فقط عن الحمامة الكحلي. حمامة تموت في الظلام ويخبرها صاحبها في بيت أبيه. الحمامة التي ماتت في الحي الأزرق ودفنها في نفس الحي. نعم 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 نعم. لاحظوا، يا سلام ثلاثة، يا سلام اثنين، لا تفضل فرنقك ربع، فرنقينك نص. خليل بن سوسا تحدثنا عن هذا الفيلم. أهلا. الحمد لله. شرفنا بشوفتك. الله يخليك. كيف صار جيت لعنا؟ والله ديهنا ندوة صحفية في فيلم اللي يعرض أخير إن شاء الله في صلاة، إن شاء الله تشوفونا عم قريب إن شاء الله في الأيام المقبلة. يا سلام. الله يخليك يديمكم الصحة والعافية إن شاء الله. يا سلام. إنها تعرف خليل بن سوسا وجاءت لتوقع منه أوتوغرافاً أحمراً. أنا بدي صراحة فوتوغراف يعني. تصور إنها تتصور مع خليل بن سوسا. شكرا كثير لك. أخيرا معلش بعد شوي بس أسأل آخر سؤال للأخ في نهاية هذا اللقاء، ماذا تريد أن تقول لخليل بن سوسا؟ نقول له نشكره على الأفلام التي عملها، وهو صراحة مشهور، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق دائما إن شاء الله. وأنا أشكركم بالمقابل وأشكر كل الجمهور وكل من تابعني وكل من يشجعني. ونحن بدورنا نشكرك، وكانت معك الكاميرا الخفية. حلوة. أنا ما قلت لك دير بالك. جاموس سميته معماشة، لكنه ود ظريف ويحب الفرفاشة، مش زي الاتنين اللي ما يتسموش خليل وشفيق، يعملوا مقالب بالناس ويحبوا الخرباشة. يا معماشة يا فرفاشة، شفيق وخلو
يا امل طش على الكاميرا دور يا 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 يا, يا, يا عيني يا 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 يا, يا عيني خليل وشفيق شفيق وخليل احنا كنا منقول يا اذا انبسطتوا من الحلقه رح نشوفكم بكره واذا ما انبسطتوا من الحلقه كمان رح نشوفكم بكره على نفس المواعيد تشاو خليل خليل وشفيق ولي يا لطيف شو عذبوني عذبوني مرمطوني وشرشحوني وحكروني شبك شبك شو صاير خليل وشفيق ما عرفتهم لا والله ما عرفتهم ومين شفيق شفيق ما خلى شغلي ما اشتغلى شفيق ما خلى عملي ما عملى يوم نجار يوم حداد وما كانت تزبط معه شغلي واخرتها صفى بالشارع هي هي طيب طيب ومين خليل خليل كان ابن العز صرف مصاري مثل الرزق حتى ما ضل ولا ليره بجيبه واخر تصفى كمان بالشارع ساعتها تلاقوا الشباب ملعين بجنب الباب وساعتها تلاقوا الشباب ملعين بجنب الباب لما اجتمعوا خربوا الدنيا اقول لك ايه ما ابردوا فكروا منهن نفدين انا ما قلت لك دير بالك